وتنضم إلينا من بيروت ليلى خليل مراسلة الغد. ليلى، بات من المعلوم أن هناك توافق بين واشنطن وباريس من أجل حلحلة الأمور في لبنان، وعلمت مصادر الغد تحديدا من الاجتماع الذي عقد أمس بين بلينكين ولودريان أنهما اتفقا على البات بجدية في المفاوضات وعدم في العقوبات عفوا وعدم التساهل بهذا الموضوع. ربما سنشهد في الأيام القادمة بدء العقوبات. إذن تجاه كل ما يحصل وتجاه كل هذه اللقاءات، ماذا عن المواقف اللبنانية في الداخل، علما أن كيف تتعامل الأوساط السياسية في الداخل مع كل هذه التطورات؟ بداية صحيح أنه بالأمس اللقاء بين أنتوني بلينكين وجان-يف لودريان عكس لربما تقاطع أو عودة هذه الشراكة الأمريكية الفرنسية أو الغطاء كما يقول اليوم المتابعون، أنه سيكون هناك تحركا فرنسيا جديدا بغطاء أمريكي جديد يعكس هذا التقاطع الذي بدأ بالأمس في لقاء أنتوني بلينكين وجان-يف لودريان، وأنه لربما سيكون هناك ممارسة للمزيد من الضغوط على المسؤولين اللبنانيين، خاصة وأن اليوم نحن نعيش في أزمة. ولكن المواقف الفرنسية هي معروفة منذ أشهر عدة منذ إعلان عن المبادرة الفرنسية. الفرنسيون هم ضد أي عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، لأن ذلك سيعرقل وسيؤدي إلى المزيد من الخلافات وسيأزم الأزمة الموجودة في السابق خلال هذه العشرة أشهر. مع العلم أنه طرح الأوروبيون أن يكون هناك لربما عقوبات أوروبية تفرض على بعض المسؤولين الذين باتوا معروفون من هم يعرقلون الحكومة، ولكن حتى هذه الساعة لا يوجد أي أجواء توحي بأنه سيكون هناك فرض للعقوبات. ولكن البعض من المتابعين لهذا الملف يقولون بأن هذا التقاطع وهذا الكلام عن ممارسة الضغوط قد يعني أننا في الأشهر الثلاثة المقبلة لربما سنشهد أو سيكون هناك استراتيجية مختلفة في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وبالتحديد من يعرقلون عملية تشكيل الحكومة. ولكن هل هذا يعني أنه سيكون هناك المزيد أو أنه سيكون هناك عقوبات على المسؤولين اللبنانيين؟ سنرى ذلك لربما في الأسابيع المقبلة، ولكن في الوقت الحالي الأمور لا تزال عالقة. لا حكومة، كل طرف لا يزال متمسك بمواقفه، إن كنا نتحدث عن طريق رئيس الجمهورية أم طريق الرئيس المكلف. نعم ليلى، بمقابل هذه الخطوات الأمريكية الفرنسية وحتى الأوروبية، ماذا يعني اليوم تصريح السفارة الإيرانية وطلبها من سفيرة الولايات المتحدة دورثي شي عدم التدخل فيما يخص العلاقة بين لبنان وإيران مع وصول ناقلة النفط اليوم؟ يعني هذا تطور لافت جدا، أن تعلن السفارة الإيرانية لدى لبنان أن هناك ناقلة نفط وصلت إلى بيروت. هذا يعني أنه لربما ما قاله أمين عام حزب الله حسن نصر الله منذ أسابيع عدة وما كرره بالأمس، يعني أنه حزب الله سينفذ تهديده بغض النظر عن أي تبعات أو عن أي تبعات أو عن أي نتائج على لبنان. إيران دولة عليها عقوبات، ما يعني أنه أي شيء أو أي بضائع من ضمنها أو بضائع النفط إذا ما دخلت إلى لبنان هذا سيعرض لبنان إلى العقوبات. تحدثت إلى مديرية النفط، قالت بداية بأنه أي نوع من البضائع إن كانت نفطية أم مواد غذائية أم أدوية أم غيره يجب أن يكون هناك طلب من الطرف الذي يريد إدخال هذه البضائع إلى الوزارة المعنية، وهنا نتحدث عن مديرية النفط. حتى هذه الساعة لم يقدم أي أحد أي طلب. وأيضا قيل لنا بأن لبنان ليس لديه نصاب لتصفية النفط، والبضائع الإيرانية هي عبارة عن نفط، هي ناقلة نفط. إذا هناك اليوم من يقول بأنه وصل النفط الإيراني، والجانب اللبناني يقول بأنه لم نتلقى بعد أي طلب. وعلى أي حال، إذا كان يريد الإيرانيون إدخال النفط الإيراني يجب أن يقدموا الطلب وأن تخضع لهذه الطلبات للدراسة، لأنه كما ذكرت إيران هي دولة تخضع
بعقوبات. إذا هل هي عرابة سياسية؟ هل هي رسالة سياسية؟ أم أنه فعلا سوف يتم إدخال النفط الإيراني بغض النظر عن أي عواقب سيئة على لبنان هو بغنى عنها أصلا في هذه المرحلة؟ ليلى خليل مراسلة الغد كنت معنا من بيروت، شكرا لك.